أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف. ولا زلنا في الحديث الاخير من احاديث هذا الباب الشريف. يقول الامام ابو جعفر عليه الصلاه والسلام: وايم الله ان من صدق بليله القدر ليعلم انها لنا خاصه لقول رسول الله صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام حين دنا موته هذا وليكم من بعدي فان اطعتموه رشدتم ولكن من لا يؤمن بما في ليله القدر منكر ومن امن بليله القدر ممن على غير راينا فانه لا يسعه في الصدق الا ان يقول انها لنا ومن لم يقل فإنه كاذب، إلى آخر هذا الحديث الشريف. في هذا القسم من هذا الحديث الشريف، يبين الإمام الباقر أو الإمام الجواد عليهما الصلاة والسلام، لأن بعض روايات هذا الباب، رواها الإمام الجواد عن جده الإمام الباقر، وبعضها هي كلام الإمام الجواد وكلاهما أبو جعفر عليهم السلام ولا فرق في ذلك فكلهم نور واحد وحديث لاحقهم هو حديث سابقهم يقول الإمام أبو جعفر عليه الصلاة والسلام إن ليلة القدر مستمرة بعد رسول الله صلى الله عليه واله وان الملائكه تنزل والروح على الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يعني بعد رسول الله صلى الله عليه واله في ليالي القدر نزلت الملائكه على امير المؤمنين علي ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين يعني بعد رسول الله صلى الله عليه واله نزلت الملائكه على امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومن بعده نزلت على الامام الحسن ومن بعده نزلت على الامام الحسين وهكذا الى الامام المهدي. ما هو الدليل على ذلك؟ مضافاً إلى ما مر من كلام مفصل في الأحاديث السابقة، وقد ذكرناها في الحلقات السابقة، يستشهد الإمام الباقر أو الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي رواه الفريقان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مشيرا لامير المؤمنين علي بن ابي طالب مخاطبا الصحابه هذا وليكم من بعدي فان اطعتموه رشدتم هذا وليكم من بعدي طبعا واضح ان الولايه ها هنا بمعنى الامره وانه اولى بكم من انفسكم صحيح البعض أراد تضعيف هذا الحديث لكن لا سبيل له إلى ذلك بعد تصحيح علماء المسلمين لهذا الحديث، والبعض الآخر حاول التلاعب بمعنى هذا الحديث، التحريف المعنوي هذا وليكم من بعدي مفسر الولي بالمحب. لأن من معاني الولي المحب. زين. طبعا سياق الكلام وأسلوب الكلام والموقع يأبى هذا التفسير. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يحبكم من بعدي. أولا حب أمير المؤمنين عليه السلام للصحابة المنتجبين المؤمنين هذا كان في زمان الرسول. ولم يكن أمرا خافيا لكي يحتاج إلى بيانه ثم بعد ذلك يقول فإن أطعتموه رشدتم هذا فإن أطعتموه رشد رشدتم قرينة مقالية على أن الولي هنا بمعنى الأولى بالتصرف هذا وليك فإذا أطعته كان فيه رشدك يعني اصبت طريق الهدايه لان الرشد هو اصابه طريق الهدايه حينما يقول رسول الله صلى الله عليه واله هذا الكلام هذا وليكم من بعدي كلمه من بعدي القرينه الاولى القرينه الثانيه فان اطعتموه رشدتم والقرينه الثالثه انه هذا الحديث لو كان للولي معنى غير الاولى التصرف كان كلاما لغوا ويجل رسول الله صلى الله عليه واله عن اللغو يعني علي بن ابي طالب يحبكم من بعدي شنو هذا الكلام ثم ان هذا الكلام ايضا اذا كان الولي بمعنى المحب ليس بصحيح امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما كان يحب بعضا من الناس وما كانوا يحبونه كما هو واضح لذلك حاربوه وحاربهم لو كان بينهم حب موده هل كان يحصل قتال بينهم كلا فاذا هنا الولايه بمعنى الاولويه بالتصرف هنالك الولايه لله الحق في يوم القيامه الولايه يعني التصرف والسيطره والاولويه بالتصرف لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى منح الولاية لرسوله محمد صلى الله عليه واله، ومن بعد الرسول محمد منحها الولاية إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، زين. بعد ثبوت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الأولى بالناس، وأن على الناس أن يطي يطيعوه لكي يصيبوا طريق الهدايه، والمفهوم انه اذا خالفوه لم يصيبوا طريق الهدايه، وانما وقعوا في الغوايه، قد تبين الرشد من الغي، اذا مو طريق رشد يعني طريق غي، لا طريق ثالث بينهما، فنأتي الى الاستشهاد بهذا الحديث على نزول الملائكه في ليله القدر. بعد رسول الله على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. قل الملائكه لماذا كانوا ينزلون في ليله القدر؟ ليبلغوا رسول الله صلى الله عليه واله ومن بعده الذي ينزلون عليه بالتقديرات الالهيه تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. في آية أخرى في سورة الدخان الله يقول فيها يفرق كل أمر حكيم الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة والروح ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الذي يكون بعد الرسول صلى الله عليه وآله بالتقديرات الإلهية زي. هذه التقديرات الإلهية قسم منها يرتبط بعمل الرسول يعني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، وكذلك الذي بعد الرسول، إذا هو أولى الناس بالتصرف فهذا الأمر يكون طبيعي، يعني هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاكمًا فيبلغ بالتقديرات لينفذها أو لينفذ ما هو في مجال التنفيذ، زين يعني هو أولى هو الحاكم من قبل الله سبحانه وتعالى فيبلغ، وعلى الناس ان يطيعوه، لان الله سبحانه وتعالى ارسل الملائكة والروح ليبلغوه، وهو يأمر الناس فيطيعونه، لكن إذا لم يكن هو الحاكم إذا هو لا يكون حاكما من قبل الله سبحانه وتعالى، فلماذا يبلغ لينفذ؟ اللي ينفذ هو الحاكم في كثير من الأمور. ثم لماذا الناس يطيعونه؟ الناس يطيعون الحاكم. هذا الشخص ليس بحاكم، لماذا يطيعونه؟ فيحصل تناقض. إذا هذا الذي ينزل عليه الملائكة والروح من كل أمر ينزلون عليه. التقديرات تنزل عليه ويبلغ بها، إذا هو ليس منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى ولا الناس مامورون بإطاعته، فإبلاغه وأمره يكون لغوا والله سبحانه وتعالى يتعالى عن اللغو، فإذا الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة والروح على الذي هو أولى، وعلى الذي يجب على الناس أن يطيعوه. هذا الحديث الشريف يعين المصداق، من هو الاولى؟ علي بن ابي طالب. من يجب على الناس ان يطيعوه؟ علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، هذا وليكم من بعدي فان اطعتموه رشدتم. زين. هذا هو مقتضى الايات والروايات. هسه نجي الى الذين هم من المخالفين هؤلاء اصناف سته تجاه ليله القدر الصنف الاول الصنف لا يؤمن بوجود ليله القدر بعد رسول الله صلى الله عليه واله هؤلاء لانهم تورطوا بين مبانيهم في عدم إمامة وولاية الأئمة من أهل البيت من جهة ومن جهة أخرى مبناهم بعدم عصمة حكامهم تورطوا في مسألة ليلة القدر فقالوا فلنحصر ليلة القدر في زمان الرسول وخلاص بعد الرسول ماكو ليلة القدر طبعا هؤلاء يحتجوا عليهم بما في كتبهم في كتبهم أن ليلة القدر مستمرة بعد رسول الله، وعليه عامة المخالفين. فهؤلاء الاحتجاج معهم سهل لوجود الأمر في كتبهم. القسم الثاني من المخالفين المنصف الذي يحكّم المنطق، هذا يضطر بالقول بأن الملائكة والروح في ليلة القدر بعد رسول الله صلى الله عليه واله تنزل على الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لان بعض العامه ولو الان لعله انقرضوا هؤلاء لكن البعض منهم كانوا يعتقدون بعصمه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لا يعتقدون بانه الخليفه الاول بعد رسول الله ولكنهم يعتقدون بعصمته ومنهم ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة، فهؤلاء يقولون بأن ليلة القدر مستمرة لما في الأدلة الصحيحة الصريحة، وأن الملائكة والروح تنزل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعًا اعترافهم بهذا الأمر لأنه يعترفون بالحقيقة، لكن هذا اعتراف بالحقيقة ناقصة. لانه يرد عليهم ما ذكرناه انه اذا لم يكن هو الحاكم وهو الاولى فكيف تنزل عليه الملائكه والروح بالتقديرات الذي على الحاكم ان ينفذها الصنف الثالث من يزعمون ان الملائكه والروح تنزل على جميع الناس حتى وان لم يشعروا بها زين هذا الكلام كلام باطل، يعني صنف منهم يقولون بأن الملائكة والروح في ليلة القدر تنزل، لكن تنزل على جميع الناس، هذا الكلام باطل، لماذا؟ لأن الملائكة لا تنزل بالتقديرات الإلهية إلا على أولياء الله سبحانه وتعالى. اما الكفار والمنافقون فانه تتنزل عليهم الشياطين واذا نزلت عليهم الملائكه انما يكون لعذابهم كما في سوره الحجر الايه الثامنه حيث يقول الله سبحانه وتعالى: "ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين" يعني اذا الملائكه الله انزلهم على كفار وفسق ومنافقين فانما ينزلون لعذابهم اما الملائكه ينزلون لابلاغ التقديرات الالهيه فهذا لا يكون الا لاولياء الله وهذا امر عقلي قبل ان يكون نقليا نعم الشياطين تتنزل على الشياطين كما ذكرنا في الحلقه الماضيه ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفّاك أثيم. إذا أن تقول إن الملائكة والروح في ليلة القدر ينزلون على كل الناس هذا كلام يخالف العقل ويخالف القرآن الكريم. لذا في هذا الحديث الإمام يقول: ومن لم يقل فانه كاذب ان الله عز وجل اعظم من ان ينزل الامر مع الروح والملائكه الى كافر فاسق زين هذا الصنف الثالث من المخالفين الصنف الرابع منهم من يقول بان الملائكه والروح ينزلون على الحاكم ايا كان يوم الحاكم الوليد بن اليزيد الأموي الفاسق الفاجر يوم الحاكم يزيد بن الوليد الفاسق الفاجر ويوم يزيد بن معاوية ويوم فلان ويوم فلان ويوم فلان حكام فسق فجر زين هل يعقل إن الله سبحانه وتعالى أمره وملائكته والروح ينزلهم على هؤلاء الفسق الفجر هذا غير معقول. أيضا خلاف القرآن كما تلونا الآيات المباركات. وأيضا أكثر المخالفين لا يقولون بهذا القول. فإذا أن تقول أن الملائكة والروح ينزلون على الحاكم هذا أيضا ليس بشيء كما يقول الإمام. فإن قال أنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء. زين. الصنف الخامس من المخالفين يقولون أن الملائكة والروح في ليلة القدر ينزلون لكن لا على أحد سين هذا كلام واضح البطلان الله سبحانه وتعالى لا يعبث لماذا تنزل الملائكة والروح هكذا ينزلون ثم يصعدون بدون أي إبلاغ الله سبحانه وتعالى يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق العبث من الباطل. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالعبث هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى؟ في زمان الرسول ينزل الملائكة والروح على رسول الله يبلغونه من كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم لكن بعد الرسول الملائكة هكذا كالأرجوحة ينزلون يصعدون, يصعدون. هذا لا معنى له فلذلك لا يمكن القول بان الملائكه ينزلون لا على شيء ينزلون لا على احد الملائكه معصومون ويمتثلون امر الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والله حكيم لا يامر بشيء الا فيه الحكمه واللغو والعبث محال على الله سبحانه وتعالى لانه قبيح والله سبحانه وتعالى لا يعمل القبيح، هذا القسم الخامس، القسم السادس منهم من يتهربون عن الجواب، وهذا الداب الكثير عندما تجابهه بالحجة لازم يجيب يتهرب من الجواب. الملائكة والروح ينزلون في ليلة القدر على من ينزلون؟ ما عنده جواب إلا أن يقول أنهم ينزلون على الأئمة من أهل البيت بعد الرسول كانوا ينزلون على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة يقول لا أدري وأنا لست مكلفاً بالجواب مثل هذا الحديث المعروف المتواتر الذي رواه جميع المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش أو لا يزال هذا الدين قائما ما دام إثنى عشر خليف ما دام اثنا عشر خليفة كلهم من قريش زين نقول الرسول قال الخلفاء من بعدي اثنا عشر هم هؤلاء الاثنا عشر إذا تجي إلى أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون أولهم الإمام علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وهكذا إلى الإمام المهدي اثنا عشر إذا يقال لهم الشيعة الاثني عشرية أما تأتي إلى غيرهم من هم هؤلاء الاثني عشر من هم هؤلاء؟ أنت الآن اجمع لك عشرة عشرين أربعين خمسين واحد أعطي لكل واحد منهم ورقة وقلما سجل هؤلاء الاثنى عشر إذا جمعت الكتابات تراها متناقضة زين يقول أبو بكر عمر عثمان علي البعض من علي بن أبي طالب يقول الحسن ثم يقول عمر بن عبد العزيز ثم كذا يدور في تاريخ الخلفاء من يراه كان عادلا مثلا كذا يدون اسمه واختلاف شديد في ذلك خلفاء سلاطين بني أمية 13 واحد الحديث لا ينطبق عليهم خلفاء بني العباس هؤلاء أكثر من ثلاثين واحد اختار منهم من هم لا يعلمون بذلك زين فلذلك كانوا متحيرين إلى أن جديدا وجب وجدوا طريقة للتهرب ماذا يقول؟ يقول أنا لا أعلم من هم ولست مسؤولا عن معرفتهم كأن رسول الله قال كلام لغو وهذا الحديث المتواتر بعشرات الأسانيد في مئات الكتب الرسول هل يقول كلاما لغوا أو يقول كلام ليعطيك طريق كن حجة لك وحجة عليك الرسول دي يبين لك أنه ماذا تتبع وإلا الرسول يقول كلام وكلام متواتر والرسول كرره في مواطن كثيرة والمسلمون اهتموا بهذا الحديث ورواه في كتبهم في صحاحهم زين كلام لا معنى له ولم نكلف نحن بشيء تجاه ذلك الحديث. كلا هذا تهرب من الجواب لانه يدري ما عنده جواب. اي اجابه ستكون منقوضه وهذا طريق اتخذه المشركون من قبل ذلك. زين التهرب من الجواب. تاره التهرب من الجواب يقول هذا السحر انكار البديهيات. تارة التهرب من الجواب بطريقة ما يقدر ينكر الحديث لأن الحديث متواتر لو كان يتمكن من إنكاره كان ينكر ذلك وجدت أحدهم حول كتاب المستدرك للحاكم النيشابوري الحاكم النيشابوري من كبار علماء العامة وكتابه المستدرك كتاب معتبر أسناده صحيح على شرط الشيخين مسلم والبخاري حسب مبانيهم في هذا الكتاب استدرك الاحاديث التي لم يذكرها البخاري ومسلم وهي احاديث صحيحه لان البخاري ومسلم لم يذكروا جميع الاحاديث الصحيحه ذكروا بعضا من الاحاديث الذي التي يرونها صحيحه استدرك ضمن هذه الاستدراكات الروايات التي فيها فضاء الامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام والروايات التي تثبت احقيته. تورطوا ويا هذا الكتاب، لا يتمكنون من ان يضعفوا الحاكم النيشابوري وهو من كبار العلماء وثقه الجميع. من طرف اخر لا يتمكنون من انكار الاحاديث التي رواها لان احاديث اسنادها صحيحه على شرط الشيخين. انت لو تقبل هذا السند في البخاري لازم تقبله في غير مكان ايضا اذا هذا الرجل ثقة هو في كل مكان ثقة مو فقط في الحديث اللي رواه في البخاري ثقة وفي حديث رواه في مكان اخر ليس بثقة زين ومن طرف اخر هذا الكتاب فيه فضائل اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واثبات امامتهم وخلافتهم اكثر من غيره لذا رأيت احدهم يتهجم على هذا الكتاب يقول يا ليت الحاكم لم يؤلف هذا الكتاب ليش؟ لأنه لا يقدر يتهجم على الحاكم ولا يقدر ينكر الأحاديث، فيقول في يا ريت ما كان مؤلفه حتى لا يكون يعني هس هذا تعبيري حتى لا يكون هذا حجة علينا. وأيضا وجدت بعضهم في بعض المواقع بالنسبة إلى بعض الأحاديث التي تحتج بها على إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولا يتمكنون من إجابتها إلا بالمغالطة والتهريج يقول يا ليت البخاري ما كان يروي هذا الحديث يا ليت مسلم ما كان يروي هذا الحديث يا ليت ولا يا ليت لكن الله سبحانه وتعالى يتم حجته قل لله الحجة البالغة لذا الإمام يقول بالنسبة إلى هؤلاء وإن قالوا وسيقولون يعني عندما لا يجد طريقا للجواب احسن طريقة تهرب زين انت تهربت من هذا اللي تناقشه لكن يوم القيامة يوم القيامة كيف تتهرب من احتجاج الله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وان قالوا وسيقولون ليس هذا بشيء يعني احنا ما عندنا تكليف بالنسبه الى هذه الامور الله ذكرها في القران موجوده في الاحاديث يعني مو مهم ان افهمها الامام يقول فقد ضلوا ضلالا بعيدا لان الذي يتهرب معاند المعاند الاحتجاج معه لا يفيد لأنه معاند لذا الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى بعض الكفار في نار جهنم يقول يقال لهم أفسحر هذا هسه بالدنيا تشوف المعاجز تراها تقول سحر 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 لكن عندما تلقى في نار جهنم أيضا هذا سحر هسه أنت الآن هنا عاند لكن في يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى هل تتمكن من العناد؟ الإنسان لازم على كل حال يفكر في مستقبله الأبدي ولا يفكر في المصالح الدنيوية لا يفكر في مصالحه في اجتماعه في مجتمعه مصالح المادية عند المصالح العشائرية اللي عنده المصالح في المناصب عنده يفكر في آخرته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصواب هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين